حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمين عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها حسن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشامين عن بصري بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله المساجد وليخرجن طفلات يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد بن حيان عن محمد بن يحيى عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس من ذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك حدثنا عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له او كتب له مثل اجر الصائم من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا ومن جهز غازيا في سبيل الله كان له أو كتب له مثل أجر الغازي في أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا حثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلادي بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج حدثنا يزيد عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة حدثنا صالح بن كيسان وأبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أديك فأنه يدعو إلى الصلاة قال أبي قال أبو النضر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك وقال إنه يؤذن بالصلاة قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن عبد الله بن قيس أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لا أرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة قال عبد الله وحدثنا مصعب حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني فذكر الحديث ولم يذكر عبد الرحمن الرحمني في حديث مالك عن أبيه والصواب ما روى مصعب عن أبيه وكذا حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني والصواب ما قال مصعب ومعن عن أبيه ولم يذكر عبد الرحمن فيه عن أبيه وهما فيه حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى حدثني أبو سلمة حدثني بصر بن سعيد حدثني ابن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا حدثنا ربعي يعني ابن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشامين عن بصري بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن طفلة حدثنا أبو نوح قراد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبلا أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها حثنا علي بن ثابت عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال فكان زيد يروح إلى المسجد وسواكه على أذنه بموضع قلم الكاتب ما تقام صلاة إلا استاك قبل أن يصلي حدثنا يزيد أخبرنا أبن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبه والخسه حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك حدثني الضحاك بن عثمان عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصري بن سعيد عن زيد بن خالد الجهاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمين حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حدثني زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني يعقوب بن خالد عن أبي صالح السمان قال يحيى ولا أعلمه إلا أنه قال عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش والأنصار وأسلم وغفار أو غفار وأسلم ومن كان من أشجع وجهينة أو جهينة وأشجع حلفاء موالية ليس له من دون الله ولا رسوله مولا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني محمد بن مسلمين الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما للضحايا فأعطاني عتودا جذعا من المعز قال فجئته به فقلت يا رسول الله إنه جذع قال ضحي به فضحيت به حدثنا سريج حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز يعني الدرا عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه